السلام عليكم، معكم الفاعل الجمعوي نوفل الهلال. حنا تنتواجدوا في الجنازة ديال الطفل عمر اللي قتلوه. بالنسبة للطفل عمر كان ديبلاسي في النهائي ديال كأس العرش في أكادير، ومين كان جاي داز عند جداه سيدي علا البحراوي باش يتعشى تما في واحد القهوة. من بعد شي جماهير ما عرفناش علاش محسوبه اللي مشاو قتلوه. حنا تنتأسفوا على هذا الشغب وتنتأسفوا على هذا الشيء اللي وقع. كلشي الجمهور ديال الجيش الملكي كلشي مأثر، حنا كنا مأثرين، بقى فينا الحال بزاف، مشى واحد منا. ما حنا ما عرفناش واش نفرحوا بالفوز هنا بالنهائي ديال كأس العرش ولا نبكيو، وما عرفناش شنو نديرو. بالنسبة للطفل عمر تيمتاز بأخلاق، الناس كلشي تيشهد عليه أنه كان مربي ومخلق في شي واحد اللي قبيح. كان جالس ولابس التيشيرت ديال فريق الجيش الملكي، فريق ديالنا الحبيب. ومن بعد هما يجيو شي وحدين وضربوه، ما عرفناش اين جمهور فريق الجيش. اول حاجه فريق الجيش الملكي هو فريق مربي ومخلق. حنا كجمهور الجيش الملكي حنا جمهور الحضاره. النقص اللي عندنا ان الاداره ديالنا اداره الجيش الملكي ما عطيناش قيمه كبحال الادارات الاخرين. كون وقع هاد الماتله مش تلقى الاداره كلها كاين هنا، ما جات حتى شي واحد من الاداره، ما جات حتى شي واحد من اللعابه. تنشوفهم غير تيديروا التصاور كبحال هكا، حريه المظلومين من هذا المنبر. اللي كاين انه هو كان وراه مازال الطفل كان جالس تيتعشى، ومن بعد مين كان جالس تيتعشى جاو شي وحدين وضربوه حيت شافوه لابس التيشيرت ديال ليفار. هذا الشيء اللي كاين. هذوك اللي ضربوه ما عرفناش حنا اين جمهور، ما شفناش شي فيديو اللي غيبين لنا اين جمهور اللي ضربوا. حنا تنتابعوا الجهات، تنترجوا من الجهات المعنيه باش يشوفوا لنا هذو اللي قتلوه ياخذوا اقصى العقوبات. انما الجمهور ديال الجيش الملكي حنا جمهور ديال الحضاره، ما كاين لا شغب لا والو. اللي كاين ان الجمهور ديال الجيش الملكي من تيدي بلاصه لشي مدينه اخرى تيكونوا في واحد الهفوات امنيه، وهذوك الجمهور ديال ديك المدينه ودوك الناس ديال ديك المدينه تيضربوا الجمهور ديال ليفار. الجمهور ديال ليفار تيبغي يدافع على راسه. ما عرفناش مال الصحافه كلها ضد ديالنا حنايا. كاينين كيما تنعاودوا، حنا نعاودوا نهضروا، اداره ديال الجيش الملكي ما عطيناش قيمه حنا كجمهور. والنظره اللي كاينه في المجتمع ان احنا جمهور حنا متعصب وجمهور مجهد وتنبغيو نهرسو ونديكدو. حنا راه جمهور ديال الحضاره، والتوجهات كلها اللي كاينه في المدينه ديالنا انها راه مدينه ثقافيه كما تشوفوا المسرح الكبير ودور الشباب. حنا كمجتمع مدني راه تنأثروا بالتنسيق مع السلطات المحليه، تنوجهوا لهم التحيه. اللي كاين ان الطفل عمر طفل مثالي ظريف الله يعمرها دار، كلشي الساكنه كلها تتشهد عليه. كان جالس قتلوه واحد الجمهور ما عرفناش منين، والجماهير ديال الجيش الملكي الجماهير الحسين اكادير راه تعرضوا لنا حنا الجمهور وضربوه وهرسوا لنا الطوموبيلات ديالنا وهرسوا لنا رزقنا. وتنعاودوا ترجعوا تنقول لك ان اداره الجيش الملكي هي اداره ما عطينا. لا خويا، من تنصروا الجماهير من تنقروا الجماهير مدينه اخرى راه تتروج القضيه. راه حنا من تي تنقلوا عندنا حنا مدينه طرباط تروجوا صحاب المحلات وترونسبور اقتصاد البلاد، وماشي الجمهور اقتصاد ديال البلاد. حنا ما كرهناش بلادنا تنظم تظاهريات كبيره كاس العالم كاس افريقيا باش الاقتصاد ديال البلاد تيتحرك. الجمهور خصو يدي بلاصه، غير هما خصهم ينسقوا مع جمعيه المجتمع المدني باش داك الشيء يدوز زوين. ما كاينش واحد التنسيق مع مجمعيه المجتمع المدني، حيت كون كان التنسيق مع مجمعيه المجتمع المدني غيعاونوا. هذا ما كان كبير على البيان سيغ، هذا طبيعي. لا كنا تاثرنا حنا العائله وباه تيقول لي، انا كنت مع باه بوحدي وباه في الدار، تيقول لي يا ولدي نوفر راه الطفل ديالي عمر تيقول لك بغاو الجمهور ديال الجيش الملكي هو اللي بغا يدفنوا. تيبوس لباه راسو ورجع تيقول لي بيت الجمهور ديال الجيش الملكي هو اللي بغا يدفنوا. راه الاجراءات راه غدا ان شاء الله في الظهر ان شاء الله راه غنصليو عليه ويتدفن. هذا ما